مرحبا بكم في إليس انتيريورز. اليوم جيت نقدم لكم لان دو نو ديرنيغ كرياسيون ديال صالون ماروكان. سي اون كومبينيزون دو كولور اي دو ماتيريال بور فير ريسورتير لا بوتي ديال صالون ماروكان. انا شوادي بور سو صالون لو ميلونج دو تيسيو سيت ان بروكار بودي افيك لو فيلو. هاد لو صالون ماروكان ان لو بوا ماسيف تم بوا نوي لي جمعنا فيه بين الاصاله والمعاصره في لا فورم جيومتريك ديالو. بيان سور ما نساوش لي ريدو لي تيكمل الجماليه ديال لو صالون ماروكان. حنا اخترنا ان ستور باتو افيك لي بانو ديكوراتيف لي خدمناهم بلا باس مونتري على ما سي اون كومبينيزون دو كولور اي دو ماتيريال روكار بودي اي لو فيلون ودخلنا عليه اون بتيت توش بور ريسورتير لا بوتي دو صالون ماروكان. بيان سور ما نساوش لا باس مونتري لي هي مهمه في اي صالون ماروكان. Après le choix de tissu et de couleur, Elis Interiors vous propose la conception 3D. Parce qu'en carbone les clients, le salon dialogue qui va chercher. On a un large choix de tissus marocains. Donc, on a besoin d'eau, j'ai mis l'adouac. Le salon marocain, c'est une pièce indispensable et d'art maghrébi. Notre objectif est de satisfaire tous les goûts et tous les budgets bien. Mais quand ça l'ouvre, on charme. Et là, le salon maghrébi me prêche un يعني ما موجود في البيوت المغربيه المحضه ديالنا. فبزاف ديال الناس اللي كيقول لك ما عندوش اتساع, كاين اللي كيقول لك ولا ديمودي ولا ما بقاش داخل على الموضه. وانا كنشوف بان هذه فكره مغلوطه 100%. فعلاش ما نضويش ولا نكبر ولا نقاد واحد لو كوين ديالي واللي يكون مغربي؟ سي فري كو دابا المغربي دخلنا فيه لا توش مودرن, ولكن ضروري ضروري من هذيك اللمسه المغربيه قلب البيوت ديالنا, لانه هو داك اللي كيغاردي لو كاشي ديالنا. فالمغربي اليوم كيمكننا نخدموه تقليدي 100% بحال هذا الموديل اللي كتشوفوني انا اليوم جالسه عليه واللي انا كنعشقو, لانه خدمه داخل فيها المعلم, داخل فيها يد عامله 100%, لانه صالون مخدوم 100% بايادي مغربيه واللي انا دائما كنشجعها. وخلاص خديديات اللي هما كيكونوا دايزين بدي باس مونتري دايزين شي حويجات اللي هما مزيونين وما غاديش نلقاوهم شي حاجه اللي هي في المودرن. فيمكننا اوسي نخدموا لو صالون ماروكان ونحافظوا عليه. ولكن بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش هذاك البلدي 100%, كنقول علاش اللي ما نخدموش الماروكان وندخلوا فيه واحد لاطوش اللي هي روميه. يعني نحاولوا العود عاود ما نديروا بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا في هذا الموديل اللي انا جالسه عليه ولا في موديلات اخرى اللي غادي تشوفهم في دوطخ بوست. عاود ما نخدموا العود عالي, يمكن نخدموا بواحد العود اللي هو رقيق وصغير واللي نكملوه اما بماطلا ولا بالماطلاسي ولا بشي حويجه اللي هي مزيونه واللي تعطيني الاصاله بحال اللي قلت والمعاصره. فنخلي لكم هاد لا فيديو هادي وقولوا لي نتوما واش عندكم صالون مغربي في داركم وبارطاجيوه معايا. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربه الروح تطيب يا رحمة للعالمين هداك الكون الرحيم رحمة الهادي القريب حديثك النهر العذيب جوارك الغصن الرطيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربه الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك جل من صلى عليك لو كان بيننا الحبيب
لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب كنت وحدي رغم أني لم أزل أحسن ظني صار كل الناس حولي صاروا حولي يسعدوني كلهم كانوا فدائي أصبحوا اليوم ورائي ليتني غبت سريعا ليتهم لم يعرفوني كنت وحدي صرت وحدي ذاك قبلي تلك بعدي ربما كنت ثقيلا ربما لم يفهموني كيف كانوا ينقذوني كيف صاروا يقتلوني كيف ضلوا اليوم عني كيف عاشوا اليوم دوني لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب.